الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. في هذا الاثناء مشاهدينا انطلاق او افتتاح الملتقى الجهوي. قد لاحظت مشاهدينا افتتاح كرنفال التراث المغربي بمقاطعه الفدا، حضور فرقه غنائيه وفنيه والكثير يعني من فعاليات الجمعوية اللي يعني منخرطين ومشاركين بقوة في هذا الحدث الثقافي. فكما كتشوفوا على أعينكم في هذه اللحظات يعني وجود عناصر الأمن الوطني، من أجل تأمين هذا الحدث وكذلك وجود رجال وقاية أو رجال القوات المساعدة بدورهم كامل يعني كيساهموا في تأمين هذا الحدث هذا، وباش انه يدوز بواحد الجو اللي هو جد مناسب وجد ملائم. فإليكم الصورة، والصورة يعني غنية عن التعريف. كما كتشوفوا ايضا هنايا هنا وجود يعني فرق فنية يعني اللي غادي تحاول انها يعني تحيي الفن المغربي والتراث الاصيل ديال بلادنا. هانتوما كما كتشوفوا نحن الان امام المركب الثقافي هنا بالفيدا، وافتتاح وانطلاق هذا الكرنفال هذا. كما كتشوفوا يعني وجود كما كتشوفوا في هذه اللحظات مشاهدينا يعني تواجد عناصر الامن الوطني، وكذلك وجود رجال القوات المساعده، عناصر القوات المساعده من اجل يعني تامين هذا الحدث هذا. في علاقه مع الحدث في هذا الملتقى الجهوي للفن والتراث المغربي، يعني كنشوفوا يعني ورشات، كنشوفوا فيها حضور يعني بعض الفرق الفنية اللي مازال محافظة على التراث ديالها، التراث المغربي الأصيل. وما ننساوش أيضا بأن هذا الحدث هذا في هذه اللحظات كيعرف يعني حضور قوي للناس، يعني أكيد هذا الكرنفال عنده المحبين ديالو، لا بالنسبة يعني للوليدات الصغار ولا بالنسبة يعني للناس الكبار، يعني يتم استقطاب جميع الفئات العمرية. فهانتوما كما كتشوفوا الآن وتواجد عناصر الأمن الوطني ورجال وعناصر قوات مساعدة من أجل تأمين هذا الحدث هذا قطعا في درب السلطان. في هذه اللحظات مشكورين على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها، إليكم الصورة. هذا الحدث يعني اليوم هو أول يوم افتتاح ديالو، واللي يعني بدا كيعرف يعني تجمهر كبير وحضور وزين لفعاليات فنيه لفرق فنيه، وكذلك يعني فعاليات جمعويه، يعني هناك جمعيات تساهم في هذا الهدف. والشكر موصول ايضا لكل من ساهم من قريب او بعيد لتنظيم هذا الحدث التاريخي، هذا الحدث الفني، هذا الحدث اللي كيعبر على او اللي كيشكل جزء من التراث الفني والمغربي الاصيل اكيد. فالى هنا مشاهدينا كنقول لكم السلام عليكم، ونلقاكم ان شاء الله بث مباشر اخر. الى اللقاء مشاهدينا.